كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها التفتيشية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك لمراقبة جميع المحال التي تلقى إقبالا واسعا خلال الفترة التي تسبق العيد، وذلك في كافة محافظات مملكة البحرين. نعم، هذا وقد أعدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة خطة عمل متكاملة للتحقق من توافر السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين والتأكد من سلسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق والإحاطة بأية مؤشرات قد تشير إلى عرقلة انسيابية حركة التدفق واتخاذ التدابير اللازمة، بالإضافة إلى ضمان التزام المنشآت التجارية بتفعيل آليات البيع والتخفيضات على النحو الصحيح وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة للمستهلكين، والتحقق من عرض الأسعار وعدم وجود غش تجاري أو أي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات. تدعو وزارة الصناعة والتجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق مركز الاتصال بالوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل. ضمن الخطط الممنهجة لإدارة التفتيش، نواصل الحملات التفتيشية الرقابية في الأسواق التجارية خلال الفترة اللي تسبق عيد الفطر المبارك عاده الله علينا باليمن والبركات، وذلك للتحقق من عدة أمور ألا وهي التلاعب في الأسعار أو الغش التجاري أو ممارسات غير قانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال هذا المنشأة التجارية المخالفة، وبالإضافة إلى الأسعار الموجودة على الرف عند نقطة البيع نتأكد هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يرجى التواصل على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أو الواتساب التابع إلى إدارة التفتيش أو برنامج تواصل المقترحات والشكاوي. طبعا من خلال جولاتنا الرقابية التفتيشية في مختلف محافظات مملكة البحرين في الأسواق والمجمعات التجارية على المحال بمختلف أنواعها، نؤكد لكم بأنه لم يتم رصد أي مخالفة تجارية، ونؤكد لكم كذلك من توافر السلع والمنتجات الأساسية اللي يتم شراء في هذه الفترة.